الشيقة والكلاسيكية كانوا عنوان المجموعة يلي طغت على دار أزياء أوسكار دي لارينتا بعروض أسبوع الموضة بنيويورك لشتاء هالموسم. وضمت المجموعة عدد من الفساتين والتنانير والبدلات الرسمية المميزة والراقية. اللون الأسود هو رمز الرقي والأناقة، لهيك كان له الحظ الأكبر والمسيطر على مجموعة تصاميم دي لارينتا. بالإضافة للأبيض والأحمر، قدمت دار أوسكار دي لارينتا مجموعة فساتين من التل والأورغانزا اللي كانت مطرزة بالورود الملونة، بالإضافة للتصميمات المشغولة بتطريزات فضية ملفتة على شكل أوراق الأشجار. وكان استخدام قماش الشموا ببعض التصاميم بيأكد على استمرار تربعه على عرش أقمشة شتاء 2019، ومزج التل مع الشموا ببعض التصاميم أعطى المزيد من الجاذبية والأناقة يلي رح نلاحظ إنها من أكثر القطع تميزاً بهالمجموعة. وأخيراً لازم أذكر الفساتين المنفوشة اللي تميزت فيها دار أزياء أوسكار دي لارينتا واللي طغت عليها الرقة والأنوثة واللي نسقت مع أحذية مميزة وجذابة مع قماش الشموا. حبيت أنتهز الفرصة بهالحلقة وأزور المصمم الفلسطيني إدموند مسيح يلي سبق واستضفته بدانتيل. بصراحة إدموند بكل مرة بزوره فيها بيثبت لي إنه شاب موهوب أكتر من المرة يلي قبلها. بإرادته وموهبته ما علينا إلا إنه نستمتع بتصاميم جذابة وغريبة يلي أكيد ما بنميزها عن أكبر دور الأزياء العالمية. فقرة خاصة بيتحدث فيها إدموند عن آخر القطع يلي أصدرها واللي بالتأكيد صممت بكل حب.
طبعا انا كثير مبسوط انه رجعت مع دالي في كمان حلقه من دانتيل. اليوم رح نورجيكم كمان شويه اوتفيتس هي غريبه من كولكشن الربيع من ادمونز فاشن, ورح نبلش نورجيكم اول شيء رح اورجيكم اياه هو الفستان. هذا فستان زاده بوليستر عليه شويه دناديش من تحت, فيه قماشه لايكرا, بنقدر نضيف له بروش هيك بيطلع كثير كثير حلو. شايفين هيك البروش ممكن انه يضيف عليه اشي صغير هيك مع شوية لميع. هذا اول اشي عندنا اليوم. طب اللبسة الثانية لليوم شايفين هيك عندنا قميص ستان, ماشي ستان هذا, وبنطلون ابيض عليه حز اسود من الجنب, طبعا عليه شوية حركة زي ما شايفين شوية شرشيب لا طقس الربيع ممتاز, زائد هذا الجاكيت خفيف ملتبس على اللبسه بيطلع كثير حلو. هو الجاكيت يعني غريب شايفين كيف, فهي هيك لبسه للربيع مع جاكيت هيك لمناسبه لمش مناسبه لطلعه لمطعم لقعده بتطلع حلوه كثير. طب عندنا اللبسه الثالثه, اللبسه الثالثه يعني هي حلوه كثير, نصها ابيض نصها اسود, هي كانها فستانين فستان, هي بالضبط فستانين فستان اسود ما لهش دخل في الفستان الابيض, بس مركبين على بعض بطريقه حلوه, الاثنين فيهم ماشي الدانتيل شوي تشوفون. غريبه كثير اللبسه, هي يعني فستان لسهره طبعا مش انه لبسه بس هاي هي يعني. طيب احنا عندنا هلا اخر لبسه, بس قبل ما احكي لكم شوي عن اخر لبسه بدي احكي لكم عن الصيف وشو موضه الصيف الوان الصيف. طبعا اللي دارج كثير هاي السنه الاقشاط اللي عليه كتابات, طبعا في شركه اسمها اوف وايت بلشت هذا الموضوع قبل سنتين, اقشاط مكتوب عليه كلمات وفي بنحط على الخصير او على الصدر او على اشياء كثير, فزي هيك مثلا بنحط على الخصر شايفينه, انا هون عامله من هذيك السنه وعارف انه رح يكون موضه, فهيو هلا بلش موضه ورجعت عملته. اللون الفسفوري لون النيون, الوان النيون كلها كثير 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 موضه هاي الصيف, رح تشوفوا رح تفهموا قصدي لما تشوفوها الصيف كيف رح تدرج, خصوصا بالكولكشن تبعي انا في ادمونز فاشن, لان الوان النيون كثير ماخذه على الوضع. طيب نحكي على اللبسه شوي. تنوره فيها ماشي تشوفون فيها ماشي عصوف شوي بتدفي, وبلوزه دي ام سي هذه اللي ماشي بنقولها دي ام سي قطن ربيعيه لهذا الطقس, وفي عندي هذا جاكيت جينز هذا شغل ايدي, يعني انه ممكن يجي عليك لبسه ممكن على لبسه ثانيه ممكن لعرس ممكن لسهره, بس هو فيه شغل كثير فيه عجقه كثير. هو معمول من ريش ولولو وشوية دانتيل, ففي كثير 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 شغل. وبس يعني احنا خلصنا, هي بتكون عندنا اخر لبسة لليوم, وان شاء الله تكون عجبتكم الفقرة. الثنائي ستيفانو غابانا ودومينيكو دولتشي مصمما العلامة المميزة دولتش اند غابانا بكل عام بيختاروا شعار لعروضهم, وكان فاشن ديفوجن اختيارهم لشعار عرض أزياء شتاء هالموسم, وهالشي كان واضح بالتصميمات والقطع يلي بتحمل نص هالجملة بمجموعتهم الجديدة. وبعرض أزياء مبهر قدم الثنائي الرائع قطع براقة وفريدة وأخرى كلاسيكية, وضم العرض كتير من التنانير المطعمة بالأحجار واللي نسقت مع الكنزات الفضفاضة, وأيضاً السراويل مع تيشيرتات حملت اسم العلامة نفسها بالإضافة للبدلات الرسمية والفساتين المطرزة بالترتر.
وتنوعت الألوان بعرض الأزياء وضمت التصاميم كتير من المطبوعات وطغت القطع المنقوشة بجلد الحيوان على كتير من التصاميم المميزة. والحلو بالموضوع تنسيق الإكسسوارات الضخمة والبراقة بالإضافة للحقائب الجذابة يلي بتميز علامة دولتش آند جابانا. ويبدو أن صيحة الصنادل والأحذية الكلاسيكية مع الجوارب القصيرة رح تستمر باتجاهات موضة أحذية هالموسم، بالإضافة لإكسسوارات الشعر يلي ظهرت بقوة بالعرض مثل استخدام القبعات الدائرية والتيجان المرصعة بالأحجار. اخترت لك مجموعة من الأزياء المصممة بكل تأني وإتقان من عرض الأزياء الأخير لدار دولتش آند جابانا. بغض النظر انه هالازياء بالنسبه الي والك يمكن ما تكون عمليه، ولكنها بغرابتها ودقه تصميمها رح تخلينا نفكر مرتين. هل يا ترى ممكن تغيري ستايلك بهالموسم؟ حلقه جديده من دانتيل التنين المقبل على شاشه تلفزيون فلسطين معي انا داليا عبد الغني.